بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في فيديو جديد. هو اللي احنا ممكن نخاف من المرض بطريقة تخلينا ننزعج قوي ونبقى مصدر خوف للي حوالينا ونعيا ونتوهم وحاجات كتيرة كده؟ ممكن. ليه؟ لأن الواحد لما بيخاف زيادة عن اللزوم بتقل المناعة بتاعته بدرجة معينة، بحيث ان هو يبقى عرضة لاستقبال اي مرض لا قدر الله. وبعدين في النهاية اللي ربنا كاتبه هيكون سواء خفنا او ما خفناش. يعني الواحد وهو لا قدر الله ربنا قدر له او كتب عليه مرض معين في زمن معين، هو بيعيش المرض ده وبيعيش قبله كمان الخوف من المرض ده. تاني حاجة الشعراوي بيقول مقولة عجبتني جداً، بيقول ان ربنا لما بينزل لا قدر الله المصيبه او المرض او ايا كان الابتلاء بينزل معاه لطف معين، ولكن لو الانسان استقبل البلاء ده او الابتلاء ده بخوف فبتكون طاقته ناقصه حته الخوف ده. يعني ببساطه لو ان عدو جالك بدل ما بتكون بكامل قوتك علشان تواجهه وتصده، لا بتكون قوتك ناقصها حتة الخوف، فانت طبعا مناعتك قليلة وبالتالي المرض ممكن يزيد، وممكن لا قدر الله يعني ممكن ما يكونش فيه مرض اصلا، الوهم يعمل لك المرض ده او يعمل لك حاجات تانية لا قدر الله. طيب ايه اسباب الخوف الزيادة ده؟ يعني ليه الناس بتخاف زيادة عن اللزوم كده؟ الحقيقة وجدوا ان في ثلاث اسباب للموضوع ده. السبب الاولاني ان انتشار المعلومات وانتشار الميديا والسوشيال ميديا اللي بيحصل في اي بلد او في اي قارة او في اي حتة من العالم بيوصل لنا، وكان المفروض ان هو ما يوصلناش. يعني الواحد لما يكون مخالط لناس كتير بتجيب سيرة المرض وبتخاف من المرض وده بيموت وده بيعيا وده بيحصل لنا احنا خوف، خصوصا لو الموضوع قريب مننا. طيب تاني سبب ايه؟ تاني سبب ان في امراض ظهرت صعبة زي الكورونا كده، وصعب المرض وصعب تشخيصه وصعب علاجه وصعب ومحدش عارف ايه مصدره ولا ايه علاجه ولا اي معلومات عنه. تالت سبب ايه برضو؟ تالت سبب ان في ناس للأسف يعني بتعتني عناية زيادة جدا بولادها او بالناس المحيطين بيها، بأسرتها، بزوجها، بزوجته، أي حاجة. المهم الناس اللي حواليه بيعتنوا بيهم أو بيحبوهم حب زيادة قوي عن اللزوم. طيب الحب الزيادة ده هو بيعمل إيه؟ بيخليهم خايفين زيادة جدا جدا عليهم وعلى نفسهم من العدوى ومن المرض بشكل ممكن يبقى زي الوسواس كده شوية. فدول التلات أسباب اللي ممكن يخلوا الواحد خايف خوف زيادة عن اللزوم، أو خوف يعني نقدر نسميه خوف مرضي. والحقيقة الخوف المرضي ده يعني مش مفروض ان هو يحصل، لان احنا لازم نكون مؤمنين بالقدر ومؤمنين ان ربنا بينزل لنا القدر ده وحينزله سواء رضينا او ابينا، وبينزل مع اللطف بتاعه زي ما قلنا، وربنا رحيم بينا. ويعني الواحد لازم يكون اقتناعه بربنا اكتر من كده بكتير. يعني لو في واحد عجبتني يبقى برضو قوي قصة قالها أو مقولة قالها الدكتور أحمد عمارة، قالك لو أنت راكب عربية والسواق بتاعها ده واثق فيه تماما جدا، يعني ما فيش بعد كده ثقة عمياء، هتقول له بقى أنت امشي من هنا وما تمشيش من هنا؟ لا طبعا، أنت واثق إن هو هيختار لك السكة الصح ولله المثل الأعلى. فإحنا معتمدين اعتماد كلي على ربنا. أيوة بناخد بالأسباب وبعد كده اعتمادنا كله على ربنا، يعني ربنا واثقين إن هو هيختار لنا الصح. تمام؟ طيب
ايه بقى اللي يخلينا ما نخافش، او ايه علاج الموضوع ده؟ علاج الموضوع ده الحقيقة في 3 نقاط قالهم الداعية الكبير، الشاب اللي هو زي ابني وبحبه جدا وبقدره جدا، الداعية مصطفى حسني. قالك اعبد فوض اذكر. العلاج بتاع خوف من الامراض هم ال3 حاجات دول. طيب اعبد ربنا ازاي؟ اعبد ربنا ان مش ازاي يعني، طبعا احنا عارفين كلنا نعبد ربنا ازاي، بس في الموضوع ده بالذات نعمل ايه؟ قالك لو الواحد بيتوضى طبعا كل يوم 5 مرات نظافة، بيغسل سنانه 5 مرات نظافة، يعني بياخد بكل الإجراءات الاحترازية من وجهة نظر الدينية، يعني بيعمل الحاجات اللي ربنا أمره بيها. في حاجة كمان بيقولك لو الإنسان نام بالليل وهو متوضي، ده بينام معاه ملك بين هدومه وبين جسمه يستغفر له طول الليل. فإحنا بنعمل اللي علينا من إجراءات احترازية، من عدم مخالطة مرضى، من نظافة شخصية، من وضوء، من صلاة، من كل الحاجات دي عبادة، عبادة لله طبعا ربنا أمرنا بيها. النظافة الشخصية والوضوء والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها عبادة، تمام؟ يبقى اعبد عرفنا ازاي، فوض بعد كده بعد ما عملت الإجراءات الاحترازية وما نظفت كويس ونظافة شخصية كويسة وبقيت أتوضى 5 مرات واغسل سناني 5 مرات وما فيش مخالطة للمرضى وطبعا بلبس الماسك بتاعي، خلاص عملت كل اللي عليا ومتأكد ان انا عملت كل اللي عليا، خلاص كده افوض امري لله، خلاص ان الله بصير بالعباد، خلاص انا كده سلمت نفسي لربنا وعارف كويس قوي او عارفة كويس قوي ان ربنا مش هيضيعني ابدا. حتى لو ربنا اداني نوع من الابتلاء او المرض، انا راضية، انا راضية لان ده خير ليا، خير ليا حتى لو مش في الدنيا هيبقى في الاخرة، فخلاص راضية بنصيبي وبحمد ربنا عليه. وعشت قبل الابتلاء ده هو حياة هادية جدا من غير خوف، ولما ربنا اداني الابتلاء ده راضية بيه وحمد ربنا عليه، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خير منها، خلاص ربنا إن شاء الله هيخفف عني. أذكر برضو حاجة شفتها للدكتور إبراهيم الفقي اللي هو دكتور التنمية البشرية، أصيب مرة، القصة دي عجبتني جدا جدا، أصيب مرة بجلطة، رغم إن هو رياضي ما بيشربش سجاير، بينظف نفسه كويس، يعني بيعمل اللي عليه كله تمام، وتفاجئ مرة ان جات له جلطة، الدكتور شخصه غلط، قال له لا انت ما عندكش حاجة وخد اسبرينتين الصداع يروح. الصداع بيقول ان الصداع ما كانش بيروح ابدا ابدا ابدا، وكمان صداع بيخليه سوري يعني يعض في الارض، يعني ألم فوق الوصف. فطبعا هو كان في كندا وقتها وجاب متخصصين وراح مستشفى كبيرة جدا ودكاترة كبار جدا، فاتضح بعد الفحوصات ان هو عنده جلطة، ودوا العناية المركزة ولكن قالوا له اوعى تتحرك من مكانك، ولا تتحرك ولا تعمل اي حاجة، وفي السرير بتاع العناية المركزة واقوى عناية وتمام التمام. خلاص بعد كده اللي حصل ايه؟ اللي حصل الوجع مش راضي، الألم مش راضي يسكت خالص وصعب جدا، وبيتعالج وكله تمام. فعد عليه ولد صغير فقال له في ايه؟ انا هيتعمل لي عملية، الولد الصغير هو اللي بيقول هيتعمل لي عملية في المخ، عندي كانسر وهيتعمل لي عملية بكرة الصبح، ورغم كده انا قلت اجي ازورك. فقال له امشي من هنا وما اعرفش ايه. فقال له بص انت عندك ايه؟ قال له انا عندي جلطة. قال له الحمد لله دي هدية من عند ربنا. قال له هدية ازاي؟ قال له هدية، ربنا ادالك هدية ولو استحملتها وصبرت عليها، الولد الصغير ربنا هيكافئك.
فبيقول بعد ما الولد ده مشي قال أكيد دي رسالة من ربنا. تمام. بعد ما مشي الولد قال للدكتور، الدكتور إبراهيم فقي، قال للدكتور أنا عايز أقوم أتوضأ وأصلي. قال له لو اتحركت من هنا هتموت، ولو عملت ميلت شوية هتموت، ولو اتوضيت هتموت، ولو كذا 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 كل حاجة هتموت. فبيقول رحت قايم ورحت مصلي خلاص. بيقول بعدها الألم شبه تقريبا انتهى. بيقول الدكاترة الكبار الأجانب دول بقوا يستغربوا. معلش طولت عليكم في القصة دي، لكن الهدف بتاعها إن هو الإيمان بالله بيعمل المعجزات. أنا أتوكل على الله، أفوض أمري لله، وبعد كده خلاص ربنا ادالي اللي ادهولي، راضية بيه وراضي بيه وبحمد ربنا عليه وخلاص. تمام. معلش طولت عليكم شوية. النقطة التالتة اللي هي من أسباب العلاج، أذكر، اللي هي احنا قلنا أعبد فوض أذكر. تمام. الذكر بقى طبعا أنا عملت كل الحاجات اللي فاتت دي وبرضو لسه خايف، عندي بقى واجب يومي كل يوم 500 على السبحة كده لا إله إلا الله، و500 تانيين لا حول ولا قوة إلا بالله. يوميا ده واجب عندي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهتلاقي نفسك إن شاء الله لو عملت الحاجات دي كلها أو عملت الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك هديت خالص وردت بنصيبها، وإن شاء الله الخوف ده يروح وتمام التمام وخلاص خلاص. فدي أكتر حاجة أو أكتر نقط حاولت ولقيت إنها ممكن أجمعها لإنسانة عزيزة عليا جدا سألتني إزاي أتخلص من الخوف من المرض. يا رب الفيديو يعجبكم وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.